نصيحتي للشباب يعني الابتعاد عن هي تجي هاي الامور عن طريق الاصدقاء من واحد لواحد، واحد يجر الثاني لهذا الطريق، هي هاي افه يعني افه مميته. وبالدرجه الاولى متابعه الاهل، يعني يشوف ابنه وين يروح وين يجي، متابعته يعني بهالوقت لازم متابعه دقيقه 100%، لان الوقت صار صعب مو مثل الايام السابقه وكانت الحياه بسيطه، هسه تدخلات هواي ووسائل التواصل الاجتماعي. فبالدرجه الاولى متابعه الاهل. المفروض صراحه الحكومه العراقيه والسيد وزير الداخليه عبد الامير الشمري ما مقصر بهاي الموضوع، يعني مؤكد على مراكز شرطه وعلى ضباط تحقيق انه التعامل مع جميع هؤلاء مثلا يعني ما مطي رحمه بهم، والمتاجرين خاصه المتاجرين منبع الارهاب، هو خطر الارهاب. يعني الشباب الحمد لله فضل من الله انتصرنا على داعش فضل القوات الامنيه والحشد الشعبي والعشائر، انهوا المجتمع العراقي بالمخدرات. يعني فعلا انا اقول المخدرات لا دين لها، مو يقولون الارهاب لا دين له، انا اقول المخدرات لا دين لها. والله اول شيء التركيز على التربيه بصوره صحيحه، اضافه الى ذلك اختيار الصديق الصح، متابعه الاهل، يعني مثلا هذا مثلا اذا كان شاب ويا من يلتقي وين يروح وين كذا، مو اخليه بكيف يروح، خاصه بهاي الوضع هسه حاليا التطور هسه النت والقهاوي المنتشره بصوره يعني مو حتى المفروض الدوله تكون تتابع هاي القهوه، لان اكثر القهوه قاعد تنتشر بها هاي المخدرات. اضافه الى ذلك الدوله لازم تشدد على المخدرات خاصه بالمحافظات الجنوبيه وخاصه المناطق الحدوديه، قاعد يصير تركيز. نضع اعمال للشاب مثلا اقامه دورات تدريبيه مهارات تعليم مثل ما كانت قبل، تعليم الكهرباء، تعليم البناء. الشاب ما يكون عنده مهنه راح يخضع على وقت الفراغ، فمن انت وقت الفراغ بعد ما عنده وقت يفكر بالمخدرات. والله هسه بهالايام لازم كل واحد يتابع ابنه ورا، لان الشغله خطيره صارت في العراق، هم المخدرات ينحرفون، كل واحد يتبع ولاده. اي والله لا تعوفهم احدهم، لا تعطيهم مجال، وراهم. انصح جميع الشباب شبابنا بالابتعاد عن يعني تعاطي المخدرات او استخدام هذه الحبوب او هذه المخدرات اللي تضر بحياة البشر، وايضا يعني تسبب له الموت وتسبب له يعني انه يشل حياته الاعتيادية ويصبح انسان مريض، يعني مريض لا يستطيع العمل، لا يستطيع الاستمرار بالحياة بشكل طبيعي.